بصوا يا جماعة، طبعا كلنا حاولنا ان احنا نبعد عن الحديث عن صدام منتظر ما بين الجهاز الفني وحسام حسن ومحمد صلاح، ولكن يبدو ان الساعات الأخيرة ودتنا الى صدام محتمل. او التالي، كلنا حاولنا نبعد عن الحديث في صدام محتمل ما بين محمد صلاح والكابتن حسام حسن وجهازه الفني منذ أن تولى الكابتن حسام حسن المهمة. ولكن الساعات اللي فاتت بتقول إن هناك صدام محتمل. طيب نبدأ الحدوتة كده من الأول مع بعض. الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب القومي أعلن أنه تم اختيار 7 لاعبين محترفين لخوض معسكر الإمارات. حسام حسن وإبراهيم حسن، وبالتحديد مدير المنتخب الكابتن إبراهيم حسن، قال أنه تواصل تليفونيا مع جميع اللاعبين المحترفين المختارين للمعسكر خلال الساعات اللي فاتت. ولكن بيان اتحاد الكرة اللي قال فيه أن الكابتن إبراهيم تواصل مع اللعيبة كلها المحترفة، يا ناجي يا بطرس غبريال، ما ذكرش هل هو تواصل مع محمد صلاح ولا لا، ولكن الكلام كان واضح مع جميع اللاعبين المحترفين المختارين للمعسكر. أقول تاني عشان البيان ما قالش ان حصل تواصل مع محمد صلاح بشكل فردي. البيان قال ان تم التواصل مع 7 اللي اختارهم الكابتن حسام حسن. مين اللي تواصل؟ الكابتن إبراهيم حسن. كلمة تواصل مع جميع اللاعبين المحترفين يعني تواصل مع الكابتن محمد صلاح. في لقائي مع الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن يوم الأربعاء الماضي في حفل قادرون باختلاف اللي شرفوا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا سألت الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن سؤال مباشر عن محمد صلاح. كابتن إبراهيم، وأنا مرضتش أقول ده في قناة الشمس لغاية ما تعلن الاختيارات، لأن أنا دايما بحترم الخصوصية وبختار التوقيت المناسب اللي بتكلم فيه. كابتن إبراهيم، أخبار الكابتن محمد صلاح إيه؟ كابتن إبراهيم حسن قال لي إحنا تواصلنا مع الجميع وكل اللعيبة فوق دماغنا واللعيبة كلها سواسية معنا. وقال لي يعني هو كان في الدنيا حد عاقل يصدق ان يبقى في خلاف واحنا لسه ما اشتغلناش؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في حد يكون عنده لاعب مميز زي محمد صلاح ممكن يكسبه ويقصر في التواصل معاه او لا يضمه للمنتخب؟ مصلحة المنتخب، ده كلام الكابتن إبراهيم حسن ليا حرفيا، مصلحة المنتخب ومصلحة مصر بالنسبة لي فوق أي اعتبار. مصلحة المنتخب ومصلحة مصر بالنسبة لي فوق أي اعتبار، أنا وحسام والجهاز الفني وأي لاعب ممكن يفيد المنتخب ويفيد مصر لا يمكن يكون بيننا ما بينه أي خلاف. ده كلام الكابتن إبراهيم حسن ليا مباشرة. طب يا كابتن، موضوع ان ممكن يكون في صدام بينكم ما بين الكابتن محمد صلاح، قال لي انا ماليك دعوة بالسوشيال ميديا ولا اتعامل مع السوشيال ميديا وماليك دعوة بالكلام اللي بيتقال ولا عندي استعداد ان انا ارد عليه. طيب ده كلام ليا، تصريحات خاصة. يبقى اذن إبراهيم حسن كمدير للمنتخب تواصل مع كل اللاعبين المحترفين، وكمان الراجل شعر وهو بيكلم اللعيبة المحترفة كلها المصريين المحترفين اللي هو عينه عليهم هو وحسام، ان المعنويات مرتفعة جدا وان الروح المعنوية عالية جدا وان الكل نفسه يعمل حاجة مع حسام حسن من اجل مصر. علشان كده الدنيا ما فيهاش مشاكل، ده قبل اعلان الاسماء 7. طيب ايه اللي حصل بعد اعلان الاسماء 7؟ حصل الاتي.
النهارده الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إن الجهاز الفني للمنتخب اختار بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب 7 لاعبين محترفين لمباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات. والفائز من مصر ونيوزيلندا هيلاعب الفائز من تونس وكرواتيا. يبقى 7 لعيبة أعلنهم النهاردة الجهاز الفني محترفين لمعسكر الإمارات اللي هنلاعب فيه نيوزيلندا، وإن شاء الله بإذن الله اللي يفوز من مصر ونيوزيلندا هيلاعب الفائز من تونس وكرواتيا على كأس هذه البطولة الودية. طيب مين ال7 لعيبة؟ محمد صلاح نمرة 1، أحمد حجازي نمرة 2، محمود حسن تريزيجية نمرة 3، حمدي فتحي نمرة 4، مصطفى محمد نمرة 5، عمر مرموش نمرة 6، محمد شريف نمرة 7. هذه ال7 لعيبة اللي أعلنهم منتخب مصر النهاردة، وقال إنهم دول هيكونوا معانا في الفترة القادمة. تمام، الدنيا بيس، الدنيا زي البيس، وتمام التمام. فجأة من الدنيا البيس بعد إعلان السبعة الدنيا قلبت بلاليص. يعني بعد إعلان ال7 لعيبة والدنيا بيس وزي الفل، فجأة يا عم طارق أهلا بكم تابعك، فجأة يا عم طارق يا نجدي الدنيا راحت قلبة بلاليص، قلبت بلاليص على طول. ليه؟ لأن فوجئنا إن في خطاب لم يكن معلن من قبل اتحاد الكورة وصل من ليفربول بيقول يا جماعة الخير ما تعملوش حساب محمد صلاح في معسكر الإمارات. تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام خطابا رسميا من نادي ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في معسكر الإمارات القادم. طيب، وطلب نادي ليفربول الإنجليزي رسميا إعفاء محمد صلاح من المشاركة في معسكر منتخب مصر المقبل خلال شهر مارس الجاري، والذي يخوض فيه الفراعنة دورة ودية في الإمارات بمشاركة كرواتيا ونيوزيلندا وتونس. طب السبب إيه يا أخوانا بتوع ليفربول؟ قال لك حتى يستكمل محمد صلاح برنامجه الطبي والتأهيلي مع الفريق للتعافي نهائيا من الإصابة التي يعاني منها. وقالوا إن هو لما شارك وأحرز رجعت له بعض الآلام، وبناء عليه اتعمل له برنامج جديد، وإن هو من أول ما أصيب في بطولة كأس الأمم الإفريقية كان من المفترض يغيب 3 أسابيع، ولكن الموضوع طول والدنيا زادت. وحتى لما شارك في مباراة توتنهام فورست بالجولة 27 والتي أقيمت السبت وانتهت بفوز الريدز بهدف قاتل لم يشارك في المباراة اللي فازوا فيها 1-0 النهاردة، لأن الآلام رجعت له من الدقائق اللي شارك فيها قبل كده، وإن هو غاب على الجولة 27 اللي اتلعبت من ساعات وفاز فيها ليفربول على توتنهام فورست 1-0 في الدقيقة والثانية الأخيرة من المباراة، وحافظ على حظوظه في الفوز بالدوري وحافظ على تصدره للدوري. بدأت الأمور تبقى الجو متلبد يا جماعة. طيب، هل هروب؟ أنا بقول لكم اللي بيقولوا الناس، هل هو هروب ولا مش عايز يشتغل مع حسام حسن، ولا
إصابة فعلية. اللي وصلني يا سيد هندام، وزي ما بيقول لك طارق النجد احنا لايف، ان فعلا الاصابة عودت محمد صلاح ولا بد ان يتعافى تماما. يعني لا هي تمثيلية ولا هي هروب ولا الكلام ده كله، ولا محمد صلاح ممكن يعمل كده. ولكن اتحاد الكورة قال لك لا، انا اضمن حقوقي، وعلى الفور دارت مشاورات في الاتحاد، خليني انفرد معاك، مشاورات ما بين مدير المنتخب الكابتن ابراهيم حسن والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن والمسؤولين في اتحاد الكرة، وراحوا بعتين رد رسمي لليفربول. اتحاد الكرة رد على طلب ليفربول بإعفاء محمد صلاح من المشاركة في الدورة الودية ومعسكر مارس في الإمارات. قال لك إيه يا جماعة يا بتوع ليفربول، إحنا متفهمين اللي أنتوا بتقولوه، ومع إن محمد صلاح يكمل علاجه للآخر يا عمر، ولكن إذا خاض محمد صلاح أي مباراة قبل بداية معسكر منتخب مصر المقرر لي في الإمارات يوم 22 مارس، سنتمسك بضمه طبقا لقواعد الاتحاد الدولي. الكلام واضح، إذا خاض محمد صلاح أي مباراة قبل انطلاق معسكر منتخب مصر سنتمسك بضمه، لأن ده يعني إنه هو مش مصاب. طبعا من مصلحة المنتخب إن محمد صلاح يكمل علاجه، ولكن هذا الرد اسمه رد ضمان حقوق يا جماعة. يعني يا جماعة احنا معاكم وما عندناش مشكلة في حاجة، ولكن اذا حصل ان شفنا محمد صلاح بيلعب، اذا حصل ان احنا شفنا محمد صلاح بيلعب، اذا حصل ان احنا شفنا محمد صلاح بيلعب اي مباراة قبل المعسكر سنتمسك بضمه. ده كلام ما فيهوش فصال. طبعا الموضوع ده بقي حديث الدنيا كلها، حديث الدنيا كلها يا جماعة. هو في ايه يعني؟ هو ازاي ليفربول يبعد كده؟ طبعا احنا ما بنصدقش حاجة. حتى انا لما قلت لكم يا جماعة الخير انا اصدق ليفربول يوم الاصابة والكوارث اللي عملها محمد ابو العلا والهبشكلانات اللي عملها الدكتور محمد ابو العلا والبيانات الشنك اللي طلعت في الاخر كلها اونطة وفضايح، فالكلام واضح. انت عندك مباراة يوم 22 مع نيوزيلندا، والمعسكر هيبدأ يوم 18 وهينتهي يوم 26. لو محمد صلاح لعب قبل اي مباراة قبل يوم 18 قولوا اللي انتوا عايزينه، يبقى اذا احنا ما قدامنا غريه نتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح ونبطل تأليف ونقول ده صدام بينه وما بين حسام وما بين ابراهيم، ونقعد نفنن وما نصدقش الحقائق. خلاص خلاص، انت قلت يا ليفربول ان محمد صلاح لم يتعافى بعد، ونطلب إعفاءه من معسكر 18 ل 26 مارس اللي في الإمارات، ولا يلعب نيوزيلندا ولا اللي بعد نيوزيلندا. واخد بال حضرتك؟ اتحاد الكرة رد قال لهم ولو لعب أي مباراة قبل المعسكر بتاع يوم 18 سنتمسك بضمه أيا كانت الأمور، أيا كانت الأمور. فياريت بقى نبقى بنحترم المعلومات ونبطل تفانين وتأليف. دي موضوع بس حبيت أبدأ بده لأن ده موضوع مهم. طبعا في 5 نجوم خارج منتخب مصر بقرار حسام حسن بعد ما أعلن 25 لاعب هيكونوا في المعسكر بتاع الإمارات. خليني أقول لك أبرز 5 نجوم تم استبعادهم.
محمد النني مش عارف ليه الناس فرحانة ان محمد النني ما انضمش، يعني كل الناس فرحانة ان حسام حسن ما ضمش محمد النني، واحمد حسن كوكا انا اول واحد فرحان. يعني محمد النني لاعب الارسنال خارج حسابات حسام حسن في هذا المعسكر، احمد حسن كوكا مهاجم إلينيا سبور التركي خارج حسابات حسام حسن، محمد صبحي حارس مرمى الزمالك خارج الحسابات، محمود عبد المنعم كهربا لعدم المشاركة، وعمر كمال عبد الواحد خارج الحسابات. يبقى عندك كده خمس نجوم كان واخدهم ما عدا كهربا طبعا، ناس كان واخدها فيتوريا ظلم زي محمد صبحي وكوكا والناس التي لا تستحق انها كانت تدخل المنتخب لانها مش جاهزه. حسام حسن استبعد، دول ابرز خمسه استبعدهم حسام حسن. طب مين ال 25 لاعب يا جماعه؟ عشان الناس اللي بتسال في اللايف، محمد عواد، مصطفى شوبير، احمد الشناوي. وفي مفاضله ما بين محمد بسام ومحمد ابو جبل. في الدفاع محمد عبد المنعم ومحمد هاني واحمد حجازي ومحمود حمدي واحمد كالوشه وحسام عبد المجيد ومحمد شكري. في الوسط محمد صلاح وخلاص مش معانا رسميا مش معانا، واحمد سيد زيزو وحسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه وامام عاشور ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي وعمر مرموش ومصطفى فتحي ومروان عطيه. وفي مفاضله ما بين عمر الساعي وغنام محمد. خط الهجوم مصطفى محمد ومحمد شريف وحسام أشرف، ومفاضلة ما بين أحمد أمين أوفا وزيكو مهاجم زد وأحمد عاطف. القائمة رسميا سيعلنها الكابتن حسام حسن يوم 8 مارس المقبل، وهتضم 28 لاعب. يبقى الإعلان الرسمي للقائمة يوم 8 مارس القادم إن شاء الله بإذن الله بعد نهائي كأس مصر. يعني بعد نهائي كأس مصر والكابتن حسام حسن تأكد حضوره للمباراة هو والجهاز الفني، وهتضم 28 لاعب. 28 لاعب، تمام كده يا رجالة؟ تمام. يبقى ده أول ملف معانا علشان تبقى الناس مركزة معنا.